التونسي حيث قال الرئيس قيس سعيد إن المجلس الأعلى للقضاء بات شيئا من الماضي في خطوة مثيرة للجدال من شأنها أن تفجر صراعا حول القضاء. وخلال زيارة له لمقر وزارة الداخلية بعد أيام من أزمة متصاعدة بين المجلس والرئاسة التونسية، أشار سعيد إلى أنه سيصدر مرسوما مؤقتا بشأن المجلس. سنعمل لوضع حد لهذا الوضع، وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه